أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نشرح أفضل برنامج مونتاج للموبايل. برنامج فيديو جورو من أفضل برامج المونتاج الموجودة حاليا. طبعا البرنامج مجاني بشكل كامل ومتاح في سوق بلاي والأب ستور، وطبعا بإمكان أنه شراء نسخة مدفوعة. فرق النسخة المدفوعة عن البرنامج المجاني، بالنسخة المجانية هنالك إعلانات بسيطة تظهر فقط في نهاية حفظ الفيديو، والنسخة المدفوعة تكون بدون إعلانات مع بعض المميزات البسيطة. طبعا هذا البرنامج بعد ما نحمله راح نفتحه. طبعا هذا هو البرنامج، أول ما نشاهده راح تظهر عندنا الواجهة بهذه الطريقة. طبعا بيا الأعلى هنا نفتح ملف جديد، وبيا الأسفل المسودات أو الأعمال السابقة اللي تم حفظها. راح نضغط على عمل جديد بهذه الطريقة، وطبعا راح نختار فيديو. مثلا راح نختار هذا الفيديو، ومن ثم نضغط على السهم الأحمر الموجود بالأسفل بهذه الطريقة. طبعا هنالك تلميحات أنه بإمكاننا أن نسحب بالأصابع باليمين واليسار حتى يتم تصغير وتكبير عرض الفيديو. أيضا بإمكاننا نسحب باليسار، من اليسار نسحب بالأصبع لكي يتم تقديم عرض الفيديو. طبعا بالأسفل هنالك مجموعة من الأدوات، اللي هي أول أداة الخلفية، وطبعا موسيقى، نص، ملصقات، وطبعا عندنا هنا PIP تقصير أو قص، وعندنا المؤثرات، فلتر سرعة، بإمكان أن نزود سرعة الفيديو، بإمكاننا نسجل، بإمكاننا نقتص، وطبعا بقية الأدوات راح نتعرف عليها لاحقا. حتى نعدل على الفيديو، هذا الفيديو راح نضغط عليه كليك، نضغط كليك على شريط الزمن الخاص بالفيديو. بهذه الطريقة راح تظهر لنا مجموعة من الأدوات. طبعا هذه الأدوات حتى نخفيها نضغط على السهم الموجود على اليمين بهذه الطريقة. من ضمن هذه الأدوات هي التقسيم، بإمكاننا أنه نقسم الفيديو، مثل ما نلاحظ أنه صار عندنا هذا فيديو وطبعا هذا فيديو، بإمكاننا نقسم ونقطع الفيديوهات. أيضا بإمكاننا أنه نضيف فيديو جديد من خلال الضغط على علامة الزائد باللون الأحمر، نضغط عليها، نختار الفيديو ونضغط على السهم اللي باللون الأحمر، راح نلاحظ أنه الفيديو راح يتم إضافته للتايم لاين. أيضا بإمكاننا أنه نضيف صوت بهذه الطريقة، نضغط على الشريط اللي أسفل الفيديو اللي هو إضافة صوت، نضغط عليه، راح تظهر لنا هذه النافذة. طبعا يا أما نسجل الصوت، يا أما نستخرج الصوت من فيديو، يا أما نضيف مؤثرات، مؤثرات صوتية، يا أما نختار الأصوات. بعد ما نختار الأصوات راح تظهر لنا مكتبة كاملة من الموسيقى الخاصة بالبرنامج. طبعا البرنامج وفرنا ياهن، مثلا نختار هذه المكتبة بها أيضا مجموعة من الأصوات. طبعا هنا يحتاج إنترنت، الإنترنت مفصول عن الموبايل، وطبعا نختار أي فيديو بشكل أو صوت بشكل مباشر راح يتم إضافته، أو الموسيقى، موسيقاي اللي إحنا موسيقى عندنا، أو عندنا طبعا المفضلة. عندنا هنا مجموعة من الموسيقى اللي هي موجودة، أنا خازنها بها المفضلة. طبعا بإمكان أي موسيقى من الموسيقى الخاص بك تفتح الموسيقى، مثلا هذه الموسيقى، وتضغط على علامة ثم استعمال، راح يتم إضافة الموسيقى. أيضا بإمكاننا نستقطع الموسيقى، نضغط ضغطة على شريط الموسيقى، راح تظهر لنا النافذة اللي قبل شوية ظهرت بالفيديو. أيضا من أداة التقطيع بإمكاننا أن نقطع الموسيقى، مثل ما نلاحظ أنه هذا الجزء راح نحذفه، طبعا بعد ما قطعناه راح نحذفه، ونضغط ضغطة مطولة على الموسيقى، وطبعا نسحبها إلى اليسار حتى تكون في بداية العرض، مثل ما نلاحظ. طبعا إذا نلاحظ أنه المقطع الأصلي بي صوت وضفنا موسيقى راح يصير تضارب بالأصوات، بإمكاننا أنه نحذف الصوت من المقطع الأصلي، فقط نضغط يعني ضغطة بالكليك على الشريط الزمني، وطبعا عندنا هنا حجم الصوت، راح نكتم حجم الصوت، وعندنا هنا علامة الصح، وعندنا هنا الدبل صح. علامة الصح هو راح يتم التعديلات، راح يكتم الصوت الأصلي عن الموسيقى، عن الفيديو، المقطع اللي محدد. وإذا نضغط على هذا الدبل صح راح يتم كتم الصوت من جميع المقاطع. فبما أنه احنا ضفنا موسيقى جديدة فراح نكتم الصوت من جميع المقاطع، فراح نضغط على تطبيق الكل. إذا لاحظ أنه راح يتم كتم الصوت وراح يظهر فقط الموسيقى اللي تم إضافتها قبل قليل.
عندنا من ضمن الأدوات اللي هي أداة التسريع. طبعا بعد ما نضغط كليك على الفيديو راح تظهر مجموعة من الأوامر، وطبعا الكليك على الشريط الزمني وليس كليك بالأعلى. من ضمن هذه الأوامر طبعا سرعة. السرعة هنا أنا طبعا عندنا شريط، هذا طبعا السرعة، ممكن هذه هنا أنا سرعة للفيديو، طبعا بإمكاننا نسرع بكمية معينة. متوفر عندنا خيارين، خيار اللي هو تطبيق على الفيديو الحالي فقط، وخيار راح يتم تطبيقه على جميع الفيديوهات أو المقاطع. عندنا الرسوم المتحركة، الرسوم المتحركة المقصود بها يعني الترانزيشن أو الانتقالات. راح نضغط على الرسوم المتحركة، طبعا عندنا هنا دخول خروج مجموعة. الدخول اللي هو راح يتم تطبيق الانتقال في بداية المقطع، والخروج راح يتم تطبيق الانتقال في نهاية المقطع، وعندنا مجموعة بإمكاننا نخلي الانتقال بمجموعة من الأماكن. مثلا راح نختار خروج، راح أضغط على خروج، طبعا عندنا مجموعة، مثلا راح نطبق هذا الانتقال ونضغط على علامة الصح. إذا لاحظ أيضا عندنا حذف، بإمكاننا نحذف جزء من الفيديو، طبعا بإمكاننا أن نقطع هذا الفيديو، يعني عندنا هذا الفيديو هذا هو بدايته، راح نقطع هذا الجزء، راح نضغط على تقسيم، وهذا الجزء طبعا نضغط عليه ومن ثم نحذفه. بإمكاننا نحذف أيضا الجزء، أيضا بإمكاننا نقتص، وعندنا طبعا هنا مجموعة من الأحجام. مثل ما نلاحظ طبعا عندنا هنا حجم الانستغرام، حجم اعلان الانستغرام اللي هو 9x5. عندنا مجموعة هنا للأحجام بإمكاننا نختارها، مثل ما نلاحظ قياسات مختلفة بإمكاننا أنه نطبقها. أيضا بإمكاننا نستخدم فشي مخصص غير محدد، بإمكاننا إحنا نختار القياس اللي يكون مناسب. عندنا نسخ، أيضا بإمكاننا أنه ننسخ جزء من فيديو أو جزء مقطع من فيديو ونلصقه بمكان آخر. أيضا تدوير، بإمكاننا أنه ندور الفيديو، وبإمكاننا نعكس الفيديو بشكل أفقي أو عمودي. أيضا عندنا مجموعة من الأدوات متوفرة للفيديو بشكل مباشر، يعني من دون النقر. عندما ننقر على الفيديو راح تظهر مجموعة من الأدوات، وعندما نخفي هاي الأدوات أيضا راح تظهر عندنا مجموعة أخرى من الأدوات. من ضمن هذه الأدوات طبعا خلفية، بإمكاننا نستخدم خلفية مثل ما لاحظ بهذه الطريقة، طبعا لون أو يعني خلفية البرنامج يختارها بشكل مباشر. عندنا أيضا موسيقى، نقدر نضيف موسيقى، نقدر نضيف نصوص كتابة، طبعا نقدر نختار اللون اللي احنا نشوفه مناسب بهذه الطريقة. أيضا نقدر نعطي حركة للكتابة مثل ما نلاحظ، طبعا حركة للكتابة، و طبعا نقدر نوازن يعني الحركة، نقدر نعطي بولد بهذه الطريقة. طبعا بإمكانكم تجربوها أمور الكتابة. عندنا ملصقات، ممكن نضيف هذه الملصقات، وطبعا نقدر نتحكم بها أيضا هذه الملصقات. أيضا طبعا هذا الملصق بإمكاننا أنه نضيف له ترانزيشن من خلال نضغط عليه كليك، راح تظهر عندنا مجموعة مثل ما نلاحظ مجموعة من الخيارات. هذه هي الخيارات، من ضمنها الرسوم المتحركة. أيضا بإمكاننا أنه نضيف مؤثر للإيموجي، طبعا راح يعطينا تأثير جميل. أيضا عندنا من ضمن الأمور عندنا مؤثرات، طبعا هذه المؤثرات بإمكاننا أنه نستفاد من عندها. طبعا حتى نضيف هذه المؤثرات نضغط مطولا على المؤثر اللي نريده، راح يتم إضافته بشكل مباشر. وأيضا مثل ما نلاحظ عندنا هذا المؤثر يعطينا تأثير. طبعا عندنا هنا مجموعة من المؤثرات، مثل ما نلاحظ هنا عندنا مؤثر اهتزاز الكاميرا، مؤثرات جميلة جدا وطبعا احترافية، بإمكاننا نضيفها على الفيديو. مثل ما نلاحظ مجموعة ضخمة جدا وهائلة من المؤثرات، بإمكاننا نستخدمها على الفيديو. طبعا بإمكاننا أنه نزيل جميع المؤثرات، بإمكاننا نحتفظ بها. عندنا فلتر، طبعا الفلتر هو يغير لي بالألوان، هنا أنا فلتر طبعا بألوان جميلة وتأثيرات جميلة، بإمكاننا أنه نجعل الفيديو أبيض وأسود، وهكذا مجموعة من المؤثرات بإمكاننا أنه نضيفها للفيديو. بعض من هذه المؤثرات جزء من عدها هي
مدفوعة، فقط عندما نشترك بالنسخة المدفوعة راح يتم تفعيلها. والجزء الأكبر، مجموعة كبيرة جدا من المؤثرات هي مجانية بإمكاننا نستخدمها. أيضا بإمكاننا طبعا نسجل صوت ونضيف صوت للفيديو في حال لو حبينا أنه نضيف صوتنا لفيديو معين. أيضا عندنا فسيفساء، عندنا مجموعة من المؤثرات اللي هي تغويش، طبعا المقصود بها تغويش في حال لو حبينا نخفي جزء معين من الفيديو، لو كان مثلا وجه لفتاة، أو مثلا عندنا كلمة مرور باسورد حبينا نخفيها، وهكذا بإمكاننا أنه نستفاد من هذه الفسيفساء اللي مقصود بها تغويش. أيضا بإمكاننا نتحكم بحجم الصوت، طبعا إذا كان عالي أو ناصي، إذا ناصي نعليه وإذا عالي ممكن نصي، وهكذا طبعا نقدر نتحكم بحجم الصوت. طبعا هذا بشكل مختصر تفاصيل المؤثرات واستخدام البرنامج. أخيرا نأتي إلى كيفية حفظ الفيديو. طبعا حفظ الفيديو، البرنامج موفر لنا طريقة حفظ احترافية جدا. نضغط على السهم اللي موجود بالأعلى بهذه الطريقة، راح تظهر عندنا مجموعة من الخيارات. طبعا عندنا هنا بالأسفل الجودة، عندنا هنا طبعا الفريم أو الإطار نخليه 30، وعندنا هنا طبعا بإمكاننا نحفظ فيديو 4K أو 2K. طبعا طريقة حفظ احترافية جدا، راح اختار مثلا 720 ومن ثم حفظ، راح يبدأ البرنامج يحفظ الفيديو بشكل مباشر. طبعا فقط في هذا الجزء، إذا كانت النسخة مجانية راح تظهر عندنا مجموعة من الإعلانات هنا بشكل سريع، وإذا كانت مدفوعة ما راح تظهر عندنا الإعلانات، وطبعا ما راح تأثر علينا في حال لو حبينا نستخدم البرنامج بشكل مجاني. طبعا هذا التطبيق أنا مستخدمه لأكثر من سنة، وتطبيق ممتاز جدا وسريع ورائع، وأنصح باستخدامه بشكل كبير.